مساء الخير. عم يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا، واللي عم بيؤدي إلى طقس متقلب وماطر حتى بداية الأسبوع القادم. إذا جو غائم وماطر لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية؟ منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 19 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت 21 وصور 20 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 17 درجة، لقلو 8 درجات، الزحلة 17 وجزين 16 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً مرتفعة وبتوصل ل 80%، الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج إلى مائج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت والأحد جونا غائم بالإجمال وماطر مع تشكل للضباب على المرتفعات ورياح ناشطة مع تساقط للثلوج على 2200 متر، وبتخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر نهار الأحد، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلاً 21 درجة لنهار السبت و20 درجة لنهار الأحد. للتنين والثلاثة جونا غائم جزئياً مع تساقط للأمطار المتفرقة خاصة لنهار التنين وتشكل للضباب على المرتفعات، أما درجات الحرارة فبتسجل 21 درجة لنهار التنين و22 درجة لنهار الثلاثة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، منحذر من تشكل السيول خاصة بالمناطق الداخلية. لاقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.